اهلا وسهلا بيكم. ترم جديد هنشرح فيه مع بعض منهج العلوم الخاص بالصف الثاني الاعدادي تحت رعايه واشراف وزاره التربيه والتعليم. احنا دلوقتي في ترم جديد هنبتدي نتكلم فيه على حاجات مختلفه. الوحدات اللي قدامنا دلوقتي زي ما احنا متعودين كل سنه بيكون عندنا 3 وحدات بنتكلم فيهم عن حاجات مختلفه. تعالوا كده مع بعض نشوف. اول وحده احنا هنتكلم فيها على الحركه وانواع الحركه الدوريه، وهنعرف يعني ايه دلوقتي، وهيكون فيهم يدوب درسين، حاجة اسمها الحركة الاهتزازية والدرس التاني اسمه الحركة الموجية. من بعده هنكمل برضو من فرع اللي هو يعتبر فيزياء شوية، هنتكلم فيه عن الصوت والضوء، هيكون معانا 3 دروس فيهم. هنتكلم على خصائص الموجات الصوتية، وبعد كده الطبيعة الموجية للضوء، وأخيرا حاجة اسمها انعكاس وانكسار الضوء. ويبقى دي كده اول وحدتين معانا في المنهج، كل اللي فيهم يعني حاجات ليها علاقه شويه بالفيزياء. الوحده الاخيره هي هتكون احياء شويه، وهنتكلم فيهم على اخر جهاز احنا لسه ما درسناهوش لغايه دلوقتي، وهو الجهاز التناسلي، سواء كان التكاثر واستمراريه النوع في النبات او في الانسان. ويبقى دول الدرسين اللي عندنا في الوحده الثالثه. نشوف بقى أول وحدة كده مع بعض. احنا اتفقنا ان الوحدة الأولى عندنا هنتكلم فيها عن الحركة. طيب هو أنا امتى أقول ان جسم معين اتحرك؟ يعني ايه الريفرنس بتاعي اللي يعرفني ان الكلام ده حقيقي هو فعلا بيتحرك؟ ان هيغير موضعه من مكان للتاني لما يعدي زمن معين. يبقى أنا لما اجي أقول على أي جسم معين ان هو اتحرك، يبقى لازم أقول التعريف ده كده، هو حرك موضعه من نقطة للتانية بعد مرور زمن معين. طيب وزي ما اتفقنا احنا عرفنا كده انواع الحركات شويه في السنه اللي فاتت سنه اولى. تعالوا نفتكر مع بعض يعني ايه حركات اصلا، ونبتدي نزود المعلومات بتاعه الترم الجديد. يلا بينا نشوف. طيب يلا بينا بقى نعمل خريطه كده للي هندرسه عن الحركه مع بعض. هنقول احنا قلنا كده ان احنا بندرس حاجة اسمها الحركة، واتفقنا ان لما يجي جسم يتحرك من النقطة ألف للنقطة ب، يبقى دي كده اسمها حركة انتقالية. الناس الشاطرة اللي فاكرة معايا يعني ايه حركة انتقالية، انت فاكر من السنة اللي فاتت ان حركة انتقالية دي زي حركة مثلا العربية لما نقلتك من البيت مثلا للمدرسة الصبح، مجرد انت نقلت موضعك او العربية اتنقلت من ألف لب، او الكورة لما تتشاط من مكان لمكان تاني. اوكي، يبقى دي كده الحركة الانتقالية، وانتوا درستوها مع بعض السنة اللي فاتت في اولى اعدادي. طيب تعالوا نشوف الانواع التانية من الحركة. انت كده بعد الحركة الانتقالية عندنا نوع حركة تاني اسمه الحركة الدورية. ايه الفرق بقى ما بين الاتنين؟ الحركة الانتقالية احنا يدوبك نقلنا الجسم ده من مكان للتاني، لكن الحركة الدورية لا، ده بينتقل بانتظام كل فترات زمنية متساوية. يعني مثلا زي لما يكون عندنا ساعة فيها بندول ويقعد يتحرك لليمين ولليسار، هو كده بيتحرك حركة مكررة على جانبي الموضع بتاعه الأصلي وفي فترات زمنية متساوية. يبقى أنا عندي شروط عشان أقول إن الحركة دي كده حركة اهتزازية. إيه هي الحركة الاهتزازية؟ هي أول نوع من أنواع الحركة الدورية. يبقى دي كده هسميها الحركة الاهتزازية، ودي نوع من أنواع الحركة الدورية وهندرسها مع بعض في أول درس. طيب عندنا أنواع تانية من الحركات الدورية. ايه هي النوع التاني؟ النوع التاني هيكون اسمه الحركة الموجية، وده كده هندرسه مع بعض ان شاء الله في الدرس التاني. ويبقى دي كده انواع الحركة. اول نوع درسناه السنة اللي فاتت اسمه الحركة الانتقالية، الجسم بس بيغير موضعه من مكان للتاني. بعد كده الحركة الدورية، وعرفنا ان في منها انواع. طيب الحركة الدورية دي هتتقسم لاتنين، الحركة الاهتزازية في أول درس والحركة الموجية
في الدرس التاني. يلا بقى نبتدي ونشوف كده يعني ايه الحركة الاهتزازية بالتفصيل. يلا بينا. احنا كده اتفقنا على الحاجات المفروض ان احنا ندرسها في الفترة اللي جاية. تعالوا بقى نشوف التفاصيل شوية. اتفقنا مع بعض ان لما نقول ان جسم معين اتحرك يعني مجرد نقل موضعه من نقطة لنقطة مع تغيير الزمن بس كده. طيب انواع الحركات عرفنا ان هي نوعين، يا اما حركة انتقالية ودي مثلا زي حركة العربية من مكان للتاني ودرسناها السنة اللي فاتت خلاص. اما بقى النوع التاني فهو الحركة الدورية، وهنا يهمني قوي ان انت يبقى معاك ورقة وقلم. الفيزياء دايما محتاجة ان انت تكون بتكتب ولو في مسائل تحلها كمان معايا. تعريف الحركة الدورية يعني حركة بتتكرر بانتظام على فترات زمنية منتظمة. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني مثلا لو قلنا حركات الكواكب حوالين الشمس دي كده عمالة تتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية. ما عمرناش ابدا شفنا دورة كوكب مثلا اتغيرت في فترة معينة، لا هي دايما بتتكرر في فترات زمنية متساوية، يبقى دي كده اسمها حركة دورية. طيب لو اتفقنا برضو على النحلة اللي بتلعبوا بيها دي برضو بتبتدي ان هي تدور في فترات زمنية متساوية، يبقى بالشكل ده هي برضو نوع من انواع الحركات الدورية. خلصنا كده اول حاجتين. تعالوا نشوف الانواع التانية من الحركة. في الحركة الدورية برضو اللي بتتكرر زي ما اتفقنا في فترات زمنية متساوية هيكون عندي الحركة الاهتزازية، وهي دي بقى اللي هنتكلم عليها باستفاضة النهاردة. يعني ايه حركة اهتزازية؟ تعالوا نعمل تجربة مع بعض ونشوف يعني ايه بالظبط حركة اهتزازية. اولا هو بيقول لي الادوات اللي هنستخدمها قلم وخيط طوله 30 سنتي وعملة معدنية. طيب هنتعلم بقى مع بعض ان احنا نبتدي نعمل التجارب اللي نقدر عليها في البيت. انا جبت معايا اهو اول مرة اول تجربة قلم زي ما قال لي وخيط والعملة المعدنية اللي هي يكون مخرومة من المنتصف. طيب هنعمل ايه؟ هو بيقول لي احنا نكون جهاز اسمه البندول البسيط. هنعمل ايه بالظبط؟ هنربط طرف الخيط في منتصف القلم بالشكل ده. وبعدين في الطرف الاخر هنبتدي ان احنا نربط العملة المعدنية. احنا كده بنعمل جهاز المفروض ان هو الناس اللي بتروح المدرسة هتبقى شايفاه اوريدي في المدرسة. طيب كده اللي قدامي ده كده اسمه بندول بسيط. طيب الخطوة اللي بعدها بيقول لي ايه؟ بيقول لي همسك البندول في اليد اليسرى زي ما انا ماسكاه كده وهجذب العملة على اليمين وبعدين اسيبها. بصوا كده هي عمالة تتحرك ازاي. الفكرة بقى ان الحركة اللي عمالة يتحركها البندول البسيط ده اسمها الحركة الاهتزازية. اشمعنى حركة اهتزازية؟ لان القلم انا دلوقتي وانا ماسكاه كده وهي في المنتصف، انا في حاجة النقطة اللي في النص دي اسمها موضع سكون، ده المكان اللي اول ما ربطت فيه الخيط والعملة هي موجودة فيها. بعدين بتبتدي ان هي تتحرك حوالين موضع السكون ده في فترات زمنية متساوية وعمالة بتتكرر بانتظام نفس الحركة بالظبط، حتى كمان نفس المسافة، يعني نفس المسافة اللي طلعتها هنا بتطلعها الناحية التانية. يبقى دي كده الخطوات اللي احنا عملناها مع بعض. طيب تعالوا نشوف كده اهو هو رسم لي دلوقتي اللي احنا عملناه وعرفني ان دي كده اسمها حركة اهتزازية. نتعلم نكتب الملاحظة مع بعض. اولا كده في الملاحظة واحنا بنحرك البندول كان ليه سرعة معينة، لما بيجي هنا على الجنبين في اي موضع غير موضع السكون بيكون سرعته قليلة جدا، وكل ما ابعد عن موضع السكون تبتدي السرعة دي تقل لغاية لما تساوي صفر، تنزل تاني عند موضع السكون تمشي بسرعة جدا، وبعدين تبتدي تتحرك على الناحية التانية واخر مكان هتوصله هتبقى السرعة برضو صفر.
يبقى احنا اتفقنا كده ان لما العملة دي اتحركت على الجنبين عند الموضع اللي في النص اللي اسمه موضع السكون بتبقى سرعتها اكبر ما يمكن، وكل ما تتحرك يبقى هي بعدت عن موضع السكون. يعني اقدر اسمي الحاجة الحركة دي كده اسمها ازاحة، هي اتزاحت عن موضع السكون. فأي ازاحة كده هي عمالة سرعتها بتقل، واقصى ازاحة هتبقى السرعة بتساوي صفر. بعدين تنزل تاني تبتدي السرعة تزيد لغاية اكبر سرعة ممكنة عند موضع السكون تاني، وكل ما تطلع تبتدي برضو السرعة تقل لغاية لما تساوي صفر. فين؟ عند اقصى ازاحة. يبقى احنا اتعلمنا كده ان في المنتصف اسمها موضع السكون، على الجنبين بتبقى ازاحة، اقصى حاجة ممكنة تبقى دي اقصى ازاحة والسرعة عندها بتساوي صفر. دي كده اللي احنا لاحظناه. طيب ونلاحظ ايه كمان؟ بص يا سيدي، احنا اتفقنا ان الحركة دي عمالة تتحرك بانتظام حوالين موضع السكون، بس خلي بالك ان هي دايما في فترات زمنية متساوية. يعني الوقت اللي هتاخده عشان توصل لاقصى ازاحة هنا بيساوي الوقت اللي هتاخده عشان توصل لاقصى ازاحة هنا، وعمر ما الوقت ده يتغير ابدا طالما مفيش حاجة اتدخلت. يبقى دي كده تالت ملاحظة عندي. اتكلمنا عن السرعة واتكلمنا كمان عن الازاحة. طيب هنتكلم تاني على اقصى ازاحة، دي بيكون عدد ثابت، يعني استحالة مثلا هنا تمشي 2 سنتي وهنا تمشي بحاجة تانية، لا نفس الازاحة اللي هتوصلها هنا اقصى حاجة هتبقى هنا برضو الناحية التانية، ونفس السرعة اللي هتمشي بيها هي مش هتتغير ابدا، الا طبعا في موضع السكون بتبقى اكبر ما يمكن وعلى الجنبين بتبقى بتساوي صفر. طيب وده كده يبقى كل الملاحظات بتاعتنا. تعالوا نشوف بعد كده الاستنتاج. احنا استنتجنا ان طالما كل الشروط دي اتحققت يبقى انا بتكلم على حركة اسمها الحركة الاهتزازية. يبقى انا عشان اعرف يعني ايه حركة اهتزازية نستنتجها كده مع بعض. هي حركة بيحدثها جسم مهتز على جانبي موضع سكونه بشرط ان هي تكون على فترات زمنية متساوية، ويبقى هو ده التعريف بتاع الحركة الاهتزازية. تعرف تقوله لوحدك؟ الحركة الاهتزازية هي الحركة الدورية، نوعها ان هي دورية اصلا، بيحدثها الجسم المهتز على جانبي موضع سكونه زي ما انتوا شايفين كده، بحيث هتتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية. طيب علشان ما نتلخبطش وتبتدي التعريفات تدخل في بعض كده، احنا اتفقنا ان احنا بنفهم الحاجة وبعدين نبتدي نجاوب عليها. حركة بس يعني حاجة اتغيرت من مكان للتين في بعد كده في اي يعني مع تغيير الزمن، يبقى دي بس الحركة مكان وتغير. لما نيجي نتكلم على حركة انتقالية، ده هو اتنقل من مكان للتاني وخلاص، عرفنا زي القطر مثلا، زي العربية، زي الكورة او ايا كان. بعدين نخش في الحركة الدورية، هنبتدي هنا نقول تعريف للحركة الدورية لوحدها، هنقول هي حركة اتكررت بانتظام على فترات زمنية متساوية، لسه ما قلناش اي شروط، احنا كده قلنا بس ان هي اتكررت بانتظام على فترات زمنية. من الحركة الدورية لما ابتدي اصنف بقى هقول لو حركة كواكب مثلا يبقى دي دورية وبس كده، حركة النحلة يبقى دي برضو دورية وبس. لما اجي اتكلم على الاهتزازية هقول الشروط اللي احنا اتفقنا عليها. نفتكر مع بعض الشروط اهو. هو كان عندي في الملاحظة احنا كنا قايلين 3 شروط. اولا انها تتكرر حركة الجسم المهتز على جانبي موضع السكون. اتفقنا ان موضع السكون ده بيبقى في المنتصف واللي السرعة فيه اكتر حاجة ممكنة. بعدين تاني شرط عندي مقدار ازاحة الجسم المهتز هنا زي الناحية التانية، مش هتتغير ابدا، اقصى حاجة هنا هي اقصى حاجة هنا، يبقى ده كده تاني شرط. تالت شرط ان سرعة الجسم المهتز لما توصل لاقصى ازاحة تبقى بتساوي صفر، ولما ترجع تاني عند موضع السكون تبقى اكبر ما يمكن، راحت الناحية التانية تقعد تقل لغاية لما توصل لصفر برضو. تلات شروط ما ننساهاش عشان نقول ان الجسم ده جسم بيهتز بحركة اهتزازية. ويبقى كده فاضل لي التعريف بتاع الحركة الاهتزازية عشان ما نتلخبطش. هنقوم قايلين هي حركة دورية بيحدثها الجسم المهتز على جانبي موضع سكونه، وطبعا على فترات زمنية متساوية.
سهلة جدا جدا التعريفات. طيب تعالوا بقى نربط الكلام ده بشوية قوانين من اللي احنا خدناها قبل كده. احنا في القوانين بتاعة الفيزياء كنا بنقول ان دايما الجسم لما بيتحرك بيكون عنده طاقة حركة. مين شاطر كده يفتكر لي قانون طاقة الحركة بيبقى ايه بالظبط؟ تعالوا كده مع بعض نشوف. طاقة الحركة زي ما احنا متعودين بتساوي نص كتلة الجسم في مربع سرعته وهو بيتحرك. ايه الكلام ده؟ انا دلوقتي لما كنت بعمل بندول كان في كتلة للبندول ده، هقوم قايلة نص الكتلة دي لما اضربها في مربع سرعته هتديني طاقة الحركة للجسم او للبندول. طيب ماشي، طب مش احنا قلنا ان السرعة عمالة تتغير؟ يعني في المنتصف عند موضع السكون كانت السرعة أكبر ما يمكن، وعلى الجنبين السرعة بتتغير وتقعد تقل لغاية أقصى إزاحة. تعالوا نشوف كده طاقة الحركة علاقتها إيه بالظبط بالسرعة. أنت عارف إن طاقة الحركة بتساوي نص الكتلة في مربع السرعة زي ما اتفقنا. لو ثبتنا الكتلة ونشوف كده علاقة السرعة بطاقة الحركة، لما تيجي أنا السرعة دلوقتي تزيد طاقة الحركة إيه اللي هيجرالها؟ يعني لو قلت مثلا إن البندول ده هو كتلته بتساوي 10، يعني نص الكتلة هتساوي 5 في مربع السرعة. لما أقول مثلا سرعته كانت في موضع السكون بتساوي 1، 1 تربيع ب1 في نص الكتلة يعني 5، يبقى كده طاقة الحركة بقت بتساوي كام؟ 5 في 1 يعني بتساوي 5 جول. لما اجي اقلل السرعة خليتها مثلا 0، نص الكتلة 5 في مربع السرعة احنا قلنا ان هي 0، يبقى كده طاقة الحركة قلت ولا زادت؟ 5 في 0 0، يبقى كده انا طاقة الحركة كمان قلت. يعني في الخلاصة خالص، طاقة الحركة بتتناسب طرديا مع مربع السرعة. لما انا اجي واثبت الكتلة زادت السرعة هتزيد معايا طاقة الحركة، لو قلت هتقل كمان طاقة الحركة. وهو ده اللي ظاهر عندي، وده ممكن يجيلي طبعا في أكمل أو في الاختيارات. جملة مهمة جدا، كلما زادت سرعة البندول طبعا بتزداد طاقة حركته، وكلما تزيد طاقة الحركة أكيد هتزيد سرعة البندول، واتفقنا أن السرعة دي بتختلف حسب موضعه إيه بالظبط. طيب ماشي، نشوف سؤال ونشوف ممكن يجي السؤال في الحاجات دي ازاي. ادي بندول اهو، وبعدين هو مسمي لي النقط. اتفقنا النقطة ألف دي كده هنسميها موضع سكون، تمام؟ موضع سكون. السرعة فيها تبقى بتساوي كام؟ أقصى ما يمكن، أقصى سرعة. طيب تعال عند ب وعند ج، مش احنا قلنا ان ب دي أقصى إزاحة؟ يبقى ب سواء الناحية دي أو الناحية دي هنسميها أقصى إزاحة، وهنا نفس الكلام. أستفيد إيه من الحتة دي أقصى إزاحة؟ ان السرعة هنا هتفضل تقل لغاية لما توصل عند 0، يبقى السرعة بتساوي هنا 0، وهنا برضو نفس الكلام السرعة بتساوي 0. طيب ايه الاسئلة اللي هو بيقولها لي دلوقتي؟ بص يا سيدي، بيقول لي اي المواضع يكون عندها اقصى ازاحة لكرة البندول؟ اكيد مش هقول ناحية والناحية التانية هسيبها، لازم اقول الناحيتين. اقصى ازاحة هي هنا عند ب وعند ج كمان، ما اقولش واحدة واسيب التانية. طيب تاني حاجة، اي المواضع بيكون عندها سرعة كرة البندول اكبر ما يمكن؟ احنا حليناها بمجرد ما شفنا الرسمة، عند موضع السكون دايما هتكون اقصى سرعة ممكنة. لو استاذك بقى وقال لي طب طاقة الحركة، مش احنا قلنا ان طاقة الحركة بتتناسب طرديا مع السرعة؟ يعني لما اقول هنا السرعة بتساوي 0
تبقى طاقة الحركة كمان بقت بتساوي صفر. طاقة الحركة برضو هتساوي صفر. والناحية التانية نفس الكلام. طيب ولما اجي عند النقطة ألف هتبقى أقصى طاقة حركة ممكنة. طيب ماذا يحدث لطاقة حركة البندول عند وصولها للموضع جيم؟ جيم احنا اتفقنا ان دي أقصى إزاحة، يبقى السرعة بتساوي صفر، يبقى طاقة الحركة كمان أقل ما يمكن وبرضو بتساوي صفر. وادي كده الإجابات بتاعتي. أقصى إزاحة هي ب و ج. سرعة البندول أكبر حاجة عند أ وبس، مش أي حاجة تانية. وطاقة الحركة هي أقل ما يمكن عند الموضع ج. نقول كده اللي احنا درسناه النهاردة. الحركة الدورية احنا اتفقنا إن الحركة الدورية ممكن تجيلي في شكل تعريف، ممكن تجيلي في شكل مثال. قلنا الأمثلة بتاعتها زي إيه بالظبط؟ زي حركة النحلة وكمان حركة الكواكب حوالين الشمس. طيب تعالى على تعريف الحركة ككل. تعريف الحركة ككل احنا قلنا كده ان هي تغيير موضع، موضع معين لجسم معين اتغير من مكان للمكان التاني مع مرور الزمن. انت بقى اكتب لي كده شوية اختيارات لحركات انتقالية زي اللي انت درستها السنة اللي فاتت. افتكر ده واكتبه في أمثلة عندك. طيب نيجي نتكلم على الحركة الدورية. احنا لسه متفقين اهو دلوقتي كلمة حركة دورية كان تعريفها ايه بالظبط؟ افتكر كده. الحركة الدورية دي هي اللي بتتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية. تفتكر بيها زي ايه بالظبط؟ نفتكر بيها طبعا دوران الكواكب حوالين الشمس، او مثلا ممكن نتكلم على حركة النحلة. طيب لما نيجي نتكلم الحركة الدورية دي ايه انواعها التانية؟ احنا اتفقنا ان اول نوع اللي درسناه النهاردة اسمه الحركة الاهتزازية، وادي الرسمة الخاصة بيه اهي. ولما نفتكر مع بعض الحركة الاهتزازية كان ليها شروط معينة. نراجع الشروط عشان ما ننساهاش. الشروط الخاصة بالحركة الاهتزازية هي اللي كانت في ملاحظة التجربة اللي عملناها اوريدي مع بعض النهاردة. هي اول حاجة ان هتتكرر حركة الجسم المهتز على جانبي موضع السكون، على الجنبين، سواء على اليمين والشمال أو لأعلى وأسفل، وهنعرف إزاي دلوقتي. طيب لما يتحرك بعيد عن موضع السكون يبقى دي اسمها إزاحة، ده اللي احنا تعلمناه النهاردة. أقصى إزاحة خالص على اليمين هتبقى بتساوي أقصى إزاحة خالص على الشمال. بعد كده نتكلم عن السرعة. السرعة عند موضع السكون هتكون طبعا أكبر ما يمكن. طيب لو أنا نسيت هعمل إيه؟ فاكرين حركة الأرجوحة أو المرجحة؟ مش إحنا دايما في المنتصف بتبقى أسرع ما يمكن تلاقينا اتضايقنا شوية؟ ما هي عشان كده، عشان دي أقصى سرعة ممكنة. لما نطلع على الجنب ده أو الجنب التاني نحس إن الدنيا وقفت وخدنا نفسنا شوية. دي برضو من أمثلة الحركة الاهتزازية. يبقى غير بقى اللي احنا قلناه البندول مثلا، برضو ممكن نقول مثال تاني لحركة الأرجوحة مثلا، ما هي بتتحرك على الجنبين. طيب ممكن مثال ايه تاني؟ في مثال كده تاني اسمه الشوكة الرنانة وهنتكلم عليه كمان شوية. طيب بس اللي هنتفق فيه كده ان الشرط التالت، احنا كنا بنتكلم على الشروط، ان الشرط التالت دلوقتي عندي هو سرعة الجسم المهتز في موضع السكون زي ما اتفقنا هيكون أكبر ما يمكن بقى خلاص. طيب على الجنبين قلنا بناخد نفسنا وبتبقى الدنيا كأنها وقفت، يبقى كده السرعة بتساوي صفر. ماشي الكلام. دي كده كانت شروط ان انا اقول ان الجسم ده بيتحرك حركة اهتزازية. طيب نعرف بقى الحركة الاهتزازية. الحركة الاهتزازية هنقول ان هي حركة دورية، ما هي في الاصل انا بدرس حركة دورية ده اول نوع فيها، يبقى اول حاجة تيجي في بالي ان دي حركة دورية. مين اللي بيتحرك فيها؟ الجسم المهتز. بيتحرك ازاي؟ على جانبي موضع سكونه، وطبعا لازم اقول ان هي على فترات زمنيه متساويه. يبقى تاني كده الحركه الاهتزازيه على بعض كده هي حركه دوريه بيحدثها الجسم المهتز على جانبي موضع سكونه.
بحيث تتكرر بانتظام على فترات زمنية متساوية. طيب احنا من هنا ورايح زي ما احنا متفقين او عارفين خلاص الترم ده ان امتحاناتنا هتكون اول باول، فانا مستنية من الناس ان احنا على طول نذاكر باستمرار، ده اول حاجة. ما نبتديش بقى ان احنا نحفظ الدنيا، لا، نفهم ونبتدي نستنتج الكلام. مش كل حاجة هنسمعها هنقعد نحفظها وخلاص هي هندشها كده، لا، هنقعد ان احنا نذاكر كويس ونفكر في الحاجة ونجربها بنفسنا. وزي ما احنا عملنا كده النهاردة نبتدي نعمل تجارب في البيت على قد ما نقدر، او حتى نشوف فيديوهات على اليوتيوب. طيب انا قلت لكم يا دوبك يا دوبك كم مثال كده على الاجسام المهتزة حركة اهتزازية، لكن لسه ما افتكرناش مع بعض الطاقة الحركية. قلنا ان الطاقة الحركية بتتناسب طرديا، يعني لو دي زادت السرعة كمان هتزيد. يبقى لما يجي يقولي كده الطاقة الحركية بتتناسب طرديا مع ايه بالظبط، يبقى طبعا مع مربع السرعة، وطبعا التناسب هنا طردي، لو دي زادت هتبقى دي زادت، يعني الطاقة الحركية في المنتصف طالما السرعة اعلى ما يمكن هتبقى الطاقة الحركية كمان اعلى ما يمكن، على الجنبين السرعة بتساوي صفر يبقى الطاقة الحركية كمان اقل ما هي ممكن. يبقى احنا كده رجعنا على كل حاجة مطلوبة مننا في الجزء ده. شكرا ليكم ويا رب اشوفكم دايما في احسن حال. باي باي.